شيء آخر، شيء بميز الرسالة المسيحية. قال يسوع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا. نحن نذهب بسلطان المسيح، السلطان المخول من قبل الله أن ندوس حياة وعقارب، وكل قوات العدو لن تضرنا. ثم بحضوره قال: ها أنا معكم كل الأيام. فالشخص اللي حامل رسالة المسيح بيصير بقوة حضور يسوع المسيح. ثم نذهب بقوة الروح القدس اللي بيقود، اللي ببكت، واللي بيجذب الناس إلى يسوع المسيح. ثم بنذهب أحبائي لأنه المسيح منتصر، انتصر على الموت واعطانا رسالة الرجاء والحياة الأبدية، فنحن نكرز من موقع النصرة بإله حي. ثم أحبائي قال يسوع: هذه الآيات تتبع المؤمنين. كان يتمم الكلمة طبعا بالآيات التابعة، فطبعا هذا كان يعزز الرسل والتلاميذ، لما بيتكلم كان بيعمل. شيء جميل أن أكون على جبل الزيتون، مكان اللي أرسل منه التلاميذ. بصلي من كل قلبي كل شخص بيسمع هذا الرسالة ما تخجل بيسوع، اشهد عنه بكل جرأة وبكل أمانة، هو مستحق.